شكرا أستاذ دكتور حسن. الشاعر محمد يسعدني في الحقيقة ويشرفني أن أقدم لكم اليوم شاعر لأول مرة نستضيفه في المنتدى. الشاعر محمد حسين فرحات ولد في بلدة برعشيت من حواضر جبل عامل التابعة لقضاء بنت جبيل في عام 1965. تم دراسته الابتدائية والمتوسطة في برعشيت، وانتقل إلى بيروت عام 1982 وأتم فيها دراسته الثانوية في ثانوية رأس النبع الرسمية. درس الهندسة المدنية والأدب العربي معا في كليتي الهندسة والأداب التابعتين للجامعة اللبنانية، وتخرج من كليهما عام 1988 ميلادي حائزا على شهادة دبلوم في الهندسة المدنية وإجازة تعليمية في اللغة العربية وأدابها. هاجر إلى أمريكا عام 1988 وتابع دراسته العليا في جامعة ديترويت، حيث تخرج منها عام 1991 حائزا على شهادة الماجستير في الهندسة، ثم حاز على شهادة الماجستير في الرياضيات من جامعة وين ستيت. يعمل في مصلحة مياه ديترويت قسم الهندسة منذ آب 1991، وهو حالياً مدير قسم الهندسة فيها. تضلع في اللغة العربية ونظم الشعر في سن مبكرة، له الكثير من القصائد في مواضيع شتى، نشر عدد منها في بعض الصحف والمجلات. الحقيقة لقد أرخ له الأستاذ كامل بزي في كتاب أقلام مهجرية، وكنت أريد أن أقرأ مقطع، ولكن اختصاراً للوقت أدعو الأستاذ محمد للصعود على المنبر ونستقبله بالتصفيق الحار. أشكر الأستاذ وسام على هذه الكلمات الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء أشكر الدكتور علي عجمي على دعوتي إلى هذه الأمسية، وأشكركم جميعا أيها الحضور الكرام على وجودكم معنا. أدخل إلى رحاب الشعر مباشرة التزاما بالوقت المتاح. هي مقطوعات شعرية اقتطفتها من عدد من قصائد متنوعة لتشكل مادة هذه الأمسية. إن العيي إذا تكلم برهة عدت من الجمهور وقتا ضائعا، لكن إذا خطب الفصيح لساعة تعطي له الآذان سمعا جائعا. لا كم خطبت، بل الذي قد قلته هو ما يصنف سيئا أو رائعا. إذن اسمعوا فتململوا أو أنصتوا، ولما أرى منكم سأغدو طائعة. المقدمة. عذراً هواة الشعر، لو أن الألم للرمس أوصلني امتعاضاً لم ألم. وطني الذي منه الثقافة أشرقت هو مصدر الإلهام بالوجه الأعم. ودعته أسفاً غداة تخاصمت فيه الطوائف واستهانت بالقيم. وطني حنانك، أعتذر لن أستطيع أن أعيد احتراماً للوقت المتاح. وطني حنانك قد تركتك آملاً أني هنا أجد الثقافة تحترم. فإذا المطابع بالمطابخ بدلت، وإذا المحابر في المتاجر تقتسم، وإذا المنابر في المخابز عودها، وإذا رصيد الفكر في ميشيغان عدم. قد صار من ضعف القرار وجودنا مستصغرا بين الخلائق والأمم، فمتى يعود العقل نبراس الهدى ويصير فينا الشعر إيقاع النغم؟ أنا وقد هجر التراث ولم تعد ترعى لأهل الفكر والفن الذمم، وتحكمت فينا أنانياتنا، وغدا غني المال في الناس الأهم، فتقلصت آدابنا
حتى إذا ليل الجهالة في نواحي ندلهم بزغت خيوط الفجر من لجج الدجى وإذا بهذا المنتدى يحيى القلم. ما الشعر؟ الشعر حالة إبداع تثار بها مكامن النفس كي تجلى عن الحجب، فقد تترجم أحياناً بعاطفة تفيض حباً ومدحاً ظاهر السبب، وقد تثار رثاء كان من حزن، وقد تهيج هجاء جاء عن غضب، وقد تغنى جمالا ينجلي صورا تنم عن شاعر للحسن منجذب، وربما تتجلى حكمة عكست تجاربا صقلت بالهم والكرب. إن قيل في الشعر كذب كي يعاب به، ما العيب في الشعر؟ إن العيب في الكذب، لكن إذا الشعر ما استدعى مبالغة في صورة الوصف أو في قيمة النسب لا ضير، إذ طالما الإبداع بالغ كي تبين صورته في ثوبها القشب، فالشعر فن وإن الفن ميزته في أن إيحاءه من خارج العلب. ما أروع الشعر إن كانت بواعثه من ثورة الوجد أو من لوعة الوصب، فالشعر ترجمة الإحساس يصدره قلب بغير الذي يضنيه. لم يجب الشعر حلم يتيم طيف والده في الذهن لما يزل إن يدعى يستجب، الشعر سرقة أحباب مودتهم إن يسرق القلب حبا يحلو أو يطبي، وهل أرق من الشعر الذي امتزجت مراشف الحب فيه محيا العتب؟ فالشعر إن لم يكن فيضا لعاطفة من خافق بجوى الوجدان ملتهب، فإنه كلمات لا حياة بها أو إنه محض إيقاع بلا طرب. سر الهم إن جد همي في الصعود رمت التأمل في الوجود، أبغي به استفهام سر الهم في الأفق البعيد، فتجول فيه خواطري ظمأ لمطلبها الفريد، حتى إذا برقت أمامي ومضة الأمل الشريد دفقت غياهب ظلمة من لجة الجهل العنيد، لتزيل من فيض الخواطر زبدة الفكر السديد، فأعود عنها خائبا لكن أحاول من جديد، وأظل أسبح في عباب الفكر حتى أستفيد. ولكم جنيت نتيجة بعد التفكر والصمود منها بأن تناقضات النفس ليس لها حدود، هي محدثات الهم فينا كل من بعثت يعود. كم يحلم الإنسان أن يرقى إلى العيش الرغيد فيجد في تحقيقه مستكسراً كل القيود، وإذا به عن حلمه ينتابه الأمر الشديد، إن لم يكن فقراً فسقماً أو عزاءً في فقيد، أو فقد أمن أو زوال الجاه أو مجد تليد. إن كانت الدنيا كذلك كلها هم أكيد، عجباً إذن ما بالنا منها بقاءً نستزيد. إن الحياة مراحل تمضي سراعاً في عقود، وتناقض النفس المؤرق كل مرحلة يقود، بين الوليد يعي حواليه يمل من الهجود، مستعجلاً عهد البلوغ يخاف مرحل يعاف مرحلة المهود، حتى إذا بلغ الشباب يروقه الكهل الرشيد، فيصيره عما قليل
ثم تؤرقه العهود ليشوقه عهد الشباب وربما عمر الوليد عجبا لماذا المرء دوما ليس يدري ما يريد ولربما عاش الشقى في ذهنه وهو السعيد سمة الأنام تناقض يفضي إلى هم مديد كم طالب حرية هبة بلا جهد يؤود ويعلل استسلامه حزما وعنه لا يحيد أهل السبيل إلى التحرر بالتقاعس والقعود لا ليس حرا من تحكم فيه أخلاق العبيد أهل السبيل إلى التحرر بالتقاعس والقعود لا ليس حرا من تحكم فيه أخلاق العبيد